لدى زيارة سموه لمجلس النواب، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حرص الحكومة على إثراء التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الذي يكرس الممارسة البرلمانية الحقة ويحقق الهدف المشترك الذي تتطلع إليه السلطتان، وهو المصلحة العامة للحفاظ على الأمن والاستقرار واستمرار التنمية والازدهار في البلاد. سموه أكد رغبة الحكومة الجادة في تعزيز التعاون الحكومي البرلماني بما يكفل التفاف الجميع حول المصلحة العليا للوطن والعمل المشترك الذي يسمو بهذا التعاون وينأى به عن أي تعثر أو ارتباك يشتت الجهود في مواجهة التحديات، مشيدا سموه بإدراك مجلس النواب وتفهم أعضائه المحترمين للتوجهات الجديدة التي فرضتها التطورات الاقتصادية وتحدياتها والتي تواجهها جميع دول العالم والمنطقة بسبب تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التوترات والتحديات السياسية والأمنية والعسكرية في المنطقة، منوها سموه بأن الإنجاز الحقيقي هو تنفيذ مشاريع الخطط التنموية التي تكفل استمرار مسيرة التنمية وتدعم الجهود في درء المخاطر الاقتصادية والأمنية. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد قام بزيارة صباح اليوم إلى مجلس النواب على رأس وفد حكومي كبير للتعبير عن تقدير سموه للدور الذي يطلع به النواب في دعم التوجهات التي تضمن تعزيز مسيرة العمل الوطني وبلوغ أهدافها. وخلال لقاء سموه بمعالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب ونواب الرئيس وأعضاء مجلس النواب بحضور سعادة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، قال سموه: جئتكم شاكرا لتوجهاتكم لخدمة الوطن ومقدرا الأجواء الحضارية والديمقراطية التي تميزت بها مناقشاتكم للتوجهات الجديدة التي فرضتها التحديات الاقتصادية وما أظهرته من تلاق للأهداف والرؤى الحكومية البرلمانية من أجل مصلحة الوطن وازدهار شعبه. وأكد سموه بأننا كحكومة ليس لدينا ما هو أهم من المواطن وأغلى منه، وأن التوجهات الحكومية الجديدة لدعم الميزانية كانت خيارا صعبا، ولكن لم يكن هناك من سبيل آخر في هذه المرحلة، مضيفا سموه بأننا اليوم أمام مرحلة هامة من العمل الوطني مليئة بالمعوقات والصعوبات، وهذه المرحلة تتطلب تعاونا أوثق بين حكومة الشعب ومجلس الشعب لتحويل التحديات إلى عناصر إنجاز تكفل استمرار مسيرة التنمية، قائلا سموه: فلنتحمل مسؤوليتنا جميعا في ظل هذه الظروف الصعبة لنتجاوز معا كل العقبات ولنكن على قدر الثقة في مليكنا وحسن ظن شعبنا. ودعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن يكون الحفاظ على المصلحة العليا لمملكة البحرين هي الغاية الأسمى وأن تتضافر كل الجهود لإنجاح التوجهات الحكومية النيابية المشتركة من أجل رفعة هذا الوطن وتنمية شعبه وجعل المرحلة المقبلة من المسيرة الوطنية مليئة بالمحطات المضيئة في ظل المعطيات التي تؤكد رغبة الجميع في التعاون البناء الذي يعظم الإنجاز الوطني عبر وحدة الصف والتوافق وتقديم التفاهم والعمل المشترك فوق كل اعتبار. وقد أكد رئيس مجلس النواب أن زيارة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تعكس مكانة النواب لدى سموه وحرصه على إطلاعهم على توجهات الحكومة الجديدة في ظل هذه الظروف الاقتصادية من منطلق الشراكة الحكومية البرلمانية، منوها بما أبداه سموه من تفهم لمقترحات النواب بشأن متطلبات المرحلة واحتياجات مسيرة العمل الوطني لتعزيز قدرتها على تجاوز التحديات. من جهته أعرب رئيس مجلس الشورى عن الشكر والتقدير لما يحرص عليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في بناء صرح متين للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، منوها بدور سموه الرائد في تعميق التجربة الديمقراطية وتعزيزها بتنمية التعاون الحكومي البرلماني.
تشرفنا اليوم بلقاء صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر في مجلس النواب، واستمعنا إلى توجيهاته فيما يخص أمور كثيرة تهم مصلحة الوطن والمواطنين. تؤكد زيارة صاحب السمو اليوم حرصه الشديد على تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وأيضا تؤكد حرصه على مصلحة الوطن والمواطنين. في ظل رعاية صاحب الجلالة واهتمامه، وفي ظل توجيهات صاحب السمو ودعم سمو العهد، السلطة التشريعية حققت الكثير من مكتسبات للوطن وللمواطنين، وإحنا صراحة نشيد بهذه التعاون. كان لقاء إيجابي جدا، تحدث فيه سموه عن الوضع في البحرين، وأيضا تحدث مع أصحاب السعادة النواب كما عودنا بقلب مفتوح حول كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. تشرفنا بهذا اللقاء، وأعتقد بأن هذه اللقاءات تقوي النواب وتقوي الطرح النيابي، وتؤكد أيضا على مبدأ الشراكة بين المجلس التشريعي وبين الحكومة الموقرة في كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن. زيارة رئيس مجلس الوزراء صاحب سمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة إلى مجلس النواب أعطى انطباع كبير اليوم في التواصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وشرح الموقف العام للبلد بما يتعلق بأمن وأمان المواطن قبل الاقتصاد،